رحم الله شهيداً قد قضى في مدارات الفداء، قال أفديك بلادي لك روحي والدماء منك ماء أو ثرى. إن شعب الإمارات العربية المتحدة استطاع بتلاحمه مع قيادته أن يجسد أمانيه وينسج بصبر واقتدار كيانا اتحاديا صلبا. رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. حيثما نادى المنادي نفتدي دولتنا نفدي خليفة، فهو تاج العز فخر للبلاد. نفتدي حكامنا نفتدي الشيوخ سادة الإنجاز. من كلية خليفة بن زايد الجوية نحتفل اليوم بتخريج دورة المرشحين الطيارين الخامسة والأربعين ودورة المرشحين الجويين الثانية عشرة ودورة الإناث الخامسة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. التقاة صانع الحياة يلونون العلم على حصنك العالي. قيم المجتمع الإماراتي في استخدام القوة لإحقاق الحق وإرساء العدل. إنما المرأة أخت للرجال ولها في الوطن درب ارتقاء ولها دور البناء بالتساوي بالبنود الخافقات. وتعالت في جلال الكبرياء ورفعتم راية بين النجوم تخفق فوق جناح الكبرياء، راية للاتحاد للبلاد. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رحب بكم في كلية خليفة بن زايد الجوية. هذا الصرح الشامخ الذي نشأ في عام 1982 بأمر من القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. سيدي لقد أمضى الخريجون مدة 3 سنوات ونصف من التأهيل البدني والتدريب العسكري والدراسة الأكاديمية والطيران العملي. هم صقور الجو رمز الوطنية، هم أسود البر فرسان الحمية للقمم ولهم فيها انفراد، هم أبات في شمم، يهتف عاش خليفة. حيثما كانت إشارة القيادة العليا للقوات المسلحة. هنيئا للخريجين من مرشحي كلية خليفة بن زايد الجوية، يلتحقون اليوم بصف الضباط في قواتنا المسلحة، يصونون الأمانة، يرعون الذمم، يحمون الوطن، يتقدمون إلى منصة العمل في عرين حماة الوطن الأشاوس، يقومون بالواجب، يحافظون على قيم العسكرية الإماراتية المتجذرة في قيمها العربية الإسلامية الخالدة. بي سي 7 بي سي 21 طائرات الهوك 102 ميراج 2000 داش ناين الف 16، حلقي عبر المدى وانشري في الجو رايات اليقين، حلقي عبر المدى ولتقولي للفضاء هذه أسراب الصقور، حاميات للحمى عاليات في السماء، تهزم كيد العدا حيث لاح أو بدا.